تستمر معاناة المتقاعدين في العراق دون أي حل لها، على الرغم من تظاهرهم الدائم ومطالباتهم بحقوقهم. احنا هاي صار 19 مظاهرة، ولكن مع الأسف رئاسة الوزراء والبرلمان مجرد دراسات ومجرد حزب القرارات، ولكن لا تنفيذ. إلى متى يبقى هذا المتقاعد يطالب بالحقوق؟ يعني مرة مرتين يطلع المتقاعد، لازم تنفذون مطالب المتقاعد. هذا الرجل الكبير المريض اللي يعاني ما يعانيه من شغف العيش، من الإيجار. المتظاهرون وجهوا كلامهم للسودان وحكومته، متسائلين عن سبب تواضع راتبهم التقاعدي والذي لا يكفيهم لأيام قليلة. احنا نقول للرئيس الوزراء، يعني انت تعقلها يجي واحد متقاعد عمره 70 سنة ماشي من جامع ابن بنية للخضراء، واحنا ناس كبار وصارنا 4 سنوات نتظاهر، وحزمة قرارات وكل شيء ماكو. المتقاعد ياخذ 490 ألف، يقطعون منه سلفة 200، يبقى له 290. وبربك اكو متقاعد يعيش 290 ورا عائلة ورا مولدة ورا كهرباء. لا يقف الأمر عند هذا الحد، فقد أكد المتظاهرون أن السوداني امتنع عن توقيع القوانين والتوصيات الخاصة برفع رواتبهم. اليوم نلاحظ حقيقة رغم الدراسة التي أعدت والتوصيات التي رفعت من قبل وزارة المالية وهيئة التقاعد الوطنية إلى مكتب رئيس الوزراء في الشهر الثالث من أجل التوقيع على التوصيات المتعلقة بهذه المواد، ولكن امتنع رئيس الوزراء الحالي عن توقيع تلك التوصيات. نحو 20 تظاهرة نظمها المتقاعدون في سبيل الحصول على بعض من حقوقهم، ولكن لا حياة لمن تنادي في عراق أصبح تحت سلطة الأحزاب وحكومات المحاصصة. ما نريد الراح يا خير.